معنا من المنصورة شمالي مصر مراسلنا محمد الزهار. محمد، تفاصيل كثيرة كانت تخرج على وسائل الإعلام، لكن اليوم وصلت الأمور إلى تقريبا بداية رؤية نتائجها في حبس المتهم، هل هناك تفاصيل محمد؟ نعم ماجد، كما أشرت النائب العام وبهذا القرار أيد أو ربما أكد أن السير سوف يتجه في هذه القضية إلى ما نستطيع أن نتكهن به، لا نستطيع التأكيد لحكم أن النيابة العامة سلطتها أو السلطات التي تمارسها ليس لأحد أن يتدخل فيها، ولكن نحن نستقرئ الأمور ونستقرئ التطورات. النيابة العامة بشكل يعني أقرب إلى الوضوح في سبيلها إلى إنهاء التحقيقات بشكل سريع في هذه القضية، خاصة أن كافة الملابسات ربما تكون قد وضحت الآن. هناك بعض الإجراءات الفنية التي تقوم بها النيابة العامة من حيث توقيع الكشف الطبي على المتهم، إحالته للكشف الطبي على لبيان ما إذا كان متنوعاً لأي مادة مخدرة أو مسكرة أو ما إلى ذلك، أيضا طلب التقرير الفني لتشريح الجثمان أو جثة الطالبة القتيلة. كل هذه الأمور أمور فنية تتطلب تواجد هذه التقارير بحوزة النيابة العامة لإقامة الأدلة التي سوف تحال على أساسها القضية للمحاكمة الجنائية. على صعيد آخر، لا تزال الجريمة ولها وأصدائها وشكلها أو الأسلوب العنيف الذي تمت به مثار جدل ومثار رعب ومثار فزع في جميع الأوساط السياسية والشعبية المصرية. من المنصورة الشمالي مصر مراسلنا محمد الزهار، شكرا لك.